بحالة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شاء سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. Garden City مشروع سكني بمنطقة الجناح دير حسن على مسافة قريبة من المراكز التجارية ببيروت ومن المطار، مؤلف من 13 بلوك بمحيط كله خضر وشجر. مساحات الأبارتمنتس بتتراوح بال 160 متر مربع سامبلكس وصولاً لل 507 دوبلكس مع فيو كاشف على المدينة. 30% من المشروع للبيع وجاهز للسكن. كل بلوك عنده مدخل خاص، سيكوريتي مأمنة، برايفت جنريتور وخدمات عديدة. أما المميز بجاردن سيتي وجود مول تجاري إلى جانب المشروع مع برايفت أكسس لجميع السكان. جاردن سيتي مشروع سكني متكامل بالخدمات المأمنة فيه والمواصفات العالية بالعمار يلي بيتمتع فيها. ستارتنج برايس 2500 دولار بالمتر. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدة وبعيد 10 دقايق من بيروت. هاي إند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلبل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريتورز، عمار إيكو فريندلي وسولر باور ووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزي هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكنة خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan، أما التسليم بآخر 2019. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24/24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. One.
talking in my sleep at night. Grand Tower 5127 Residential وCommercial Tower جاهز للسكن. موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الأبارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و 195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مستقل عن البناية، لكجري تاور مع هاي أند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيتورز بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجه ومواصفات عاليه بالعمار. أفادت وسائل إعلام صينية أن بكين تعتزم بناء قصر قمري مأهول بالبشر بيوفر جميع الموارد والاحتياجات اللازمة للمعيشة. وأوضحت وكالة الفضاء الوطنية الصينية أن هالقصر رح يتزود بالعديد من المقصورات الصالحة للمعيشة وبدخلها الأكسجين اللازم للتنفس والمؤن الغذائية. وعلى كونه موقع لاستكشاف القمر فأنه رح يكون بمثابة قاعدة انطلاق لبعثات للمريخ. هذه كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه. خليكم على الموعد.